ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم باقي فقراتنا، وجينا دلوقتي لميعاد فقرتنا الدينية الأسبوعية مع الداعية يوسف عادل. والنهاردة بقى هنتكلم عن ذكرى الهجرة، ويمكن احنا كنا لسه من يومين تقريبا بنحتفل برأس السنة الهجرية الجديدة. كل سنة وحضراتكم طيبين وخير، وكل سنة وانت طيب يا يوسف ومنورنا دايما. كل سنة طيبة نورة، وسعيد ان انا معاكي. انا كمان، انا كمان ان شاء الله. يعني الهجرة كل سنة واحنا طيبين، وكل سنة واحنا دايما على طريق ربنا كده، دايما في تقدم، وان احنا دايما كل يوم بيعدي علينا نبقى دايما حاسين ان رصيد الحسنات بيبدا يزيد. يعني دي اجمل حاجه، ان احنا ناخد كده خلاص احنا السنه الهجريه بدات، فالسنه اللي جايه هنحتفل بايه؟ ايه الجديد اللي هنحتفل بيه في العبادات اللي هنزودها؟ وايه الحاجات الغلط اللي في حياتنا اللي كلنا ممكن نبقى عندنا حاجات غلط كتير، فايه اللي هنوصل ليه للسنه الجايه نقول ان احنا مبطلين؟ عايز اقول لك قبل ما ابدا ان انا بعمل كده. يعني السنه الهجريه السنه اللي فاتت كنت مكرر شويه حاجات، وعلى فكره ممكن حاجات تبقى انت من وجهه نظرك متخيل، وهنعرفها دلوقتي حتى من الدروس اللي هنتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم في الهجره، ان قد يكون انت ممكن يبقى مفكر انك بتعمل حاجه صح وهي الشكل بتاعها ان هو حاجه طيبه وحاجه خير، وقد يكون الحاجه دي ممكن تبقى معطلك عن حاجه معينه او معطلك عن طريق افضل ليك، فانت مصمم على الطريق ده، محتاج انك انت تقعد مع نفسك تعمل هجره لاي حاجه ممكن حتى تبقى معطلك عن طريق نجاحك. علشان كده قصه الهجره اللي ربنا قال لنا عليها للنبي صلى الله عليه وسلم هي مش مجرد ان احنا بنحكيها علشان خاطر ان احنا قاعدين بنحكي وخلاص. يا جماعه كذا مره وانا قاعد هنا اقول الكلام ده، ان القصص دي او الحاجات اللي بتحصل دي علشان خاطر ان احنا نتعلم قيمه وننفذها، بس الموضوع بسيط. يعني اللي هو ايه، بتاخد معنى بسيط قوي وتبدا تتحرك بيه. قصه الهجره اللي كل الناس عارفينها، لكن المواقف بقى اللي عايزين نطلعها الجديده دي اللي بحلم ان نطلع بعد الفقره دي الناس تبدا مركزه في نقطه او اتنين. قصه الهجره، النبي صلى الله عليه وسلم اتولد في مكان، المكان ده كل الناس اللي حواليه بتعبد اصنام. صاحب الرساله او الشخص اللي عنده حاجه طيبه ممكن يبقى موجود في مكان شويه ظروف صعبه، وشويه اصحابنا اللي حوالينا بيقولوا لنا على حاجات غلط او بيعملوا حاجات غلط كتير، البيئه اللي حوالينا مش مساعدانا ان احنا نكون كويسين. فالنبي صلى الله عليه وسلم من اول ما بدا يبقى صغير ويكبر 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 هو حاسس ان في حاجه غلط، لان احنا الفطره بتاعتنا دايما بتودينا على الحته الصح. فهو طول ما هو قاعد بيكبر، لا هو في حاجه غلط، هم الناس اللي بتقعد وبتعبد الاصنام دي فيها حاجه غلط، مش هو ده، مش الصنم ده، مش اللي طبيعي. ايده طبعا مش ايد، مش ده اللي لا يضرني ولا ينفعني، مش هو ده. وقعد بيفكر بيفكر بيفكر، ودي دعوه ان دايما لما تحس ان انت في مكان غلط فكر وما تسمعش كلام اي حد. يعني ما تروحش النهارده واحنا عندنا مشكله ان احنا دلوقتي بقت اسهل حاجه على النت وبنسمع، ما احناش عارفين بنسمع مين وايه الادله وايه الافكار اللي ممكن تبقى ورا الكلام اللي احنا بنسمعه. النبي قعد يفكر يفكر يفكر، وقام عامل حركه حلوه قوي، ان هو خد وقت اول ما بدا يكبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيقرب لسن الأربعين، بدا يعمل حاجه دلوقتي في العلم الحديث الناس بتعملها، التامل. قام راح جبل النور ويقعد في غار حراء ويبدا ايه، قاعد يتامل في الكون. هو بيقول ان الكون ده ليه اله غير اللي هم قاعدين تحت بيعبدوا. ده حاجه طبيعيه. يعني انت لما تكون في وسط اصحابك او في وسط اصحابك وحاسه ان في حاجه غلط، بعد اذنكم يا جماعه ادوا لنفسكم وقت ان انتوا تختلوا بنفسكم وتفكروا. بس بسيطه، دي سهله قوي. عايز اقول لك ده هيريحنا كتير وهيخلي عقلنا يبدا يهدى، وخاصه لما نختار مكان هادي. يعني ومكان هادي مش بقول لك اطلع فوق جبل ولا بقول لك لازم تروح على بحر، كل واحد حسب امكانياته. انت لو قعدت في الاوضه بتاعتك وقفلت على نفسك وقعدت تفكر بس بعيد عن موبايلك، بعيد عن اي حاجه، ابعد عن الدنيا كلها وابدا اقعد مع نفسك وفكر، هو انا صح ولا غلط؟ هو انا الطريق اللي انا ماشي فيه صح ولا غلط؟ قعد يفكر النبي لحد ما الله عز وجل خلاص هو شايف في النبي صلى الله عليه وسلم ان ده هو هيبقى اخر الانبياء والرسل. خلاص ده خاتم الانبياء والرسل. جاله الوحي. حلو؟ جاله الوحي سيدنا جبريل امين السماء. عرف ان هو رسول من ربنا، وكلنا عارفين لما راح للسيده خديجه والكلام الجميل ده. صاحب الرساله النبي خلاص قول للناس كلها ان انت الرسول بتاعي على الارض. لما جمع الناس، انا بحاول اسرع في الحته دي علشان ايه؟ احنا عايزين الدروس. عايز اوصل للحتت بتاعت الدرس، ماشي؟ فلما جمع الناس وبعد كده قال لهم لو انا قلت لكم ان ورا الجبل ده، يعني هو جمع كل القبائل وجمعهم قدامه وقال لهم لو انا قلت لكم ان الجبل ده جاي جنود هيضربونا وهيعملوا حاجات هتصدقوني؟ قالوا له طبعا هنصدقك، احنا ما جربناش عليك كذب ابدا.
عشان كده دايما الانسان يبقى صادق في كل تعاملاته، الناس هتثق فيه مهما حصل، الناس عارفه انك انت صادق. لحد ما ابو لهب طلع: تبا لك. ما انت في شلتك هتلاقي واحد هيقول لك تبا لك على فكره، بس باللغه بتاعت اللي موجوده دلوقتي، هيقول لك انت هتعمل لي فيها شيخ، انت هتعمل لي فيها شيخه، عارفه اللغات دي. انت بوظت علينا اليوم ده، انت مجمعنا علشان كده. بدات الرحله هنا بقى، خلاص بدا رحله صراع ما بين الحق والباطل. فكل واحد موجود دلوقتي، انت قرر. ما هو اي حد في اي طريق، انت في رحله حق ورحله باطل، انت هتختار ايه؟ هتختار انك انت تبقى مع الحق، هتضحي شويه. ما هو النبي ضحى شويه، كان ربنا قادر ان على فكره دي الناس كلها تعرفه من غير الانبياء ورسل. كان ممكن قادر قوي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يحس انه بيمر بكل الازمات دي وربنا خلاص امره بالهجره، كان ممكن يهاجر بدون كل اللي اتعمل ده. ربنا بيعلمنا ان لا لا لا، انا ده تشريع، ده النبي صلى الله عليه وسلم، عشان احنا اللي جايين في 2023 ايه ده النبي كان بيعمل كذا، فاحنا كلنا ما نقولش ايه ده معجزه. تمام. فبدات هنا رحله الصراع ما بين الحق والباطل. هتبقى مع الحق في شويه تضحيه. تضحيه بايه؟ اول نقطه خالص، عارفه يا نورا لما بنقول ايه، ان احنا احيانا تعلقنا باشخاص او باماكن ممكن يبقوا سبب ان هم يرجعونا لورا. النبي كان بيحممك قوي قوي قوي، تمام، وقالها وهو خارج: والله انك لاحب البلاد الي، ولولا ان اهلك اخرجوني منك ما خرجت. انت احب بلد ليا. بس التضحيه هنا ربنا بيعلمنا ايه؟ لا، انت صاحب رساله شويه، في شويه تضحيه. شويه تضحيه ايه؟ ده انت اتعذبت، ده اذوك، قريش اذوك. يبقى بيصلي، تلاقي حد رمى عليه شويه حاجات، تلاقي حد راح ساب مش عارف ايه، تلاقي واحد ماسك النبي وبيحاول يخنقه. نبي بشر، بشر بيحصل معاه كل اللي ممكن يحصل لاي حد. صح. تمام. لحد ما جاله الامر بالهجره. هيهاجر النبي؟ طب هيهاجر لوحده؟ لا. هيعمل ايه؟ بيدور على صاحب. ايه ده الصحوبيه مهمه. ايه ده يعني لما بنت تكون متضايقه فبتدور على صاحبتها فما فيش مشكله؟ بس هي المشكله فين هنا بقى؟ اختيار الصحبه. يعني هي مشكلتنا دلوقتي، هل النهارده لو سالتك لما تتحط في ازمه حاسه انك عندك صاحبتك او عندك الحد اللي في حياتك اللي تحس انك راحه وبترمي همومك وانت مغمضه ومش قلقانه بعد 10 سنين من الشخص ده؟ اظن كلنا ممكن نرد عندنا مشكله في الحته دي. طبعا بقينا خايفين، يمكن ان احنا بس نعمل كده خايفين من اللي واقف ورانا. النبي لقى سيدنا ابو بكر وراح لسيدنا ابو بكر. سيدنا ابو بكر بقى، يعني انا طول ما انا بسمع القصه كلنا بنحلم في حياتنا يبقى عندنا حد زي سيدنا ابو بكر. علشان كده كل صاحب وكل صاحبه لما تلاقوا حد وثق فيكم بلاش الخذلان. لما تلاقوا حد حس ان هو عمل حاجات كتير قوي علشانكم، ما تجوش النهارده في لحظه تحسسوا الشخص ده ان الدنيا ما بقاش فيها خير. لان الحركه دي ممكن تضيع خير كتير قوي. سيدنا ابو بكر لو كان حصل موقف فيه خذلان للنبي صلى الله عليه وسلم كان ما كانش هيختار، ما كانش هيروح له. لما النبي صلى الله عليه وسلم طلع رحله الاسراء والمعراج، فرحله معجزه، فلما راحوا لسيدنا ابو بكر بيقولوا له تعالى تعالى، وبيضحكوا وبيسخروا. ده صاحبك بيقول ان هو راح الاقصى وبعد كده طلع، فقال لهم ان قال فقد صدق. احنا محتاجين الصاحب ده، محتاجين الصاحب اللي واثق في صاحبه ده. ما راحش ساله. ده ما مسكش الموبايل وبعت له على الواتساب يقول له ايه ده هو حصل كذا. لا 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 لا، ده هو قال لهم كده هم. مادام قال يبقى صادق. ان قال فقد صدق. احنا محتاجين في حياتنا الناس اللي ما تخذلناش. احنا محتاجين في حياتنا الناس اللي تثق فينا ثقه عمياء واحنا نثق فيهم ثقه عمياء. صح. فلما تيجي النهارده في درس الهجره للنبي صلى الله عليه وسلم، جماعه ارجوكم بلاش خذلان لشخص وثق فيكم قوي. بلاش خذلان، لانه قد يكون في وقت من الاوقات ممكن يتوجع قوي فيبقى محتاجكم، بس هو حصل له خذلان منكم فخايف يقرب لكم. عارفه القصص اللي بنسمعها كتير عن الشباب، شاب حصل لا قدر الله حصل له حاجه فانتحر، بنت، الكلام ده كله علشان خاطر الولاد دول. احيانا في اوقات كتير جدا، وده مش مبرر، لكن احيانا في اوقات كتير جدا ممكن يحصل لهم عمليه الخذلان. فمن كتر ما هم نفسيا خلاص، هو دخل الموضوع نفسي ودخل خلاص، ما بقاش عندهم ثقه بحد، او ما حدش اصلا ممكن يبقى سمعهم، او ممكن يبقى حد سخر من الاحساس بتاعهم قال لك يا عم انت تعمل ايه، وفي الاخر بنتفاجئ ان هم ممكن يعملوا كذا. فالخذلان ده ممكن يضيع ارواح ناس. سيدنا ابو بكر الصديق عمره ما خذل النبي صلى الله عليه وسلم، بل بالعكس كان نعم الصديق. علشان كده هو اللي مشي مع النبي صلى الله عليه وسلم رحله الهجره،
من مكة للمدينة. ربنا بيعلمنا في الطريق ان احنا بنخطط، ربنا بيعلمنا ان احنا بناخد بالاسباب، ربنا بيعلمنا في الدنيا. يعني النهارده اللي يجي يقول لك ايه يا عم انا سايبها على الله، ايوه يا حبيبي سايبها على الله بس خد بالاسباب. طبعا ذاكر بس خد بالاسباب. عشان كده كل طلاب الثانويه العامه مش تعبتوا وذاكرتوا وخدتوا بالاسباب؟ خلاص بقى توكلوا على الله وما تضايقوش نفسكم. صح. ايا كان النتيجه، نتيجه كويسه وحشه، هي ممكن تبقى وحشه من وجهه نظرك، فممكن يجي لك جامعه بس ده الخير اللي ربنا كاتبه لك، ده احسن حاجه ليك. طبعا. وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. بحب الايه دي قوي. ليه؟ انا شفتها. ممكن ربنا يرزقك بحاجه فانت ليه يا رب؟ هو ربنا مخبي لك فيها حاجه حلوه قوي بس مش هتظهر لك. صح. دلوقتي. اعتقد كلنا مر علينا القصه دي. اه يعني فعلا. فالنهارده انت الكليه انت مش عاجباك بس هو ربنا حاطط لك فيها حاجه حلوه قوي. صح. اصبر بس وارضى وقول الحمد لله وخد بالاسباب وتوكل على الله وشوف بعد 3 4 5 سنين. انا شفتها بعد 12 سنه من حياتي، حسيت ان في طفره حصلت بسبب اختيار في ثانويه عامه. والله كنتش اتخيل تماما هو ليه يا رب خليتنا اختار ده عشان ده. بعد كام سنه من 10 ل 12 اظن يعني حاجه كده في السنين يعني. فلما ربنا يختار لنا حاجه نتبسط بيها قوي. طيب خططت، تعبت، اشتغلت، خدت طريق من مكة للمدينة مش الطريق اللي الناس كلها عارفاه لأن كل قريش هتطلع من الطريق ده، خدت طريق تاني خالص؟ اه. خدت بالأسباب وبنت سيدنا أبو بكر الصديق هي اللي بتروح عارفة المكان اللي انتوا رايحينه وهتجيب لكم الأكل، الراعي بيجي يمشي وراها عشان يشيل الكلام ده كله؟ اه. خدت واحد دليل؟ اه. خدت كل الأسباب؟ اه. وصلوا لك الغار. طب ما وصلوا إيه اللي هيحصل؟ هنا بقى كأن ربنا بيطمن الإنسان، لأن كل ما تمر بابتلاءات وكل ما تمر بالخذلان من ناس فتلاقي بيجي لك وقت كده تلاقي ربنا بيطبطب عليك. فسيدنا أبو بكر الصديق قاعدين في الغار خلاص يعني، فبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له ده لو واحد عمل كده هيشوفنا، لو حد بص تحت رجليه هيشوفنا. قال له ما تقلقش خالص، ما بالك باثنين الله ثالثهما، إن الله معنا. طيب الإنسان اللي مقبل على حاجة مهمة قوي هو حاسس بمعنى إن ربنا معك؟ أنت عندك اليقين ده؟ ولا بنبقى وقت الموقف احنا بنقول ان شاء الله ربنا معانا، طب وقت بس خايفين بنقلق. بنقلق ده لو احنا واخدين بالاسباب. القلق العادي خلي بالك هنا عايزين نفرق، الخوف طبيعي، اللي ما يخافش مش هينجح، اللي مش هيقلق مش هيبدع، اللي هيطمن لنجاحه خلاص وقف ممكن ما يحافظش على نجاحه. عشان كده دايما يعلمونا انك انت تنجح سهل لكن انك انت تحافظ على النجاح هو اللي صعب. وشايفين قصص كتير قوي، الناس ممكن تنجح سنه سنتين بعد كده ما تعرفهاش. يضرب ضربه معينه والناس كلها بعد كده خلاص ما فيش، وتلاقي حد ايه؟ لا هو قاعد بيحافظ 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 وكل وقت قاعد بيكبر 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 ومحافظ على نجاحه، ده الاصعب. علشان كده اما تاخد بالاسباب، حصل ابتلاء قول الحمد لله، خلي عندك يقين. النبي صلى الله عليه وسلم عنده يقين، فقال لسيدنا ابو بكر الصديق، فسيدنا ابو بكر الصديق خلاص بقى عنده يقين، الموضوع انت مش هيشوفونا. ما شافوهمش ورجعوا تاني ووصلوا المدينه. الموضوع مدى تعلقك بربنا ويقينك بربنا، ربنا هيديك. هي دي قاعده تقعد تتعلمها كده. دلوقتي في كتب العلم، علم النفس والحاجات دي كلها، يقول لك قانون الجذب، ان انت لو صدقت الحاجه اللي انت بتقولها هي دي اللي هتحصل. صح. انا اقولها قانون اليقين بالله، الثقه بالله، ان يبقى عندي ثقه ان ربنا، بس اخد بالاسباب. هي مشكلتنا بس في الفتره اللي احنا فيها دي ان احنا ما بناخدش بالاسباب قوي. يعني ان احنا ما بنطورش من نفسنا قوي، ان احنا ما بنقراش قوي، ان احنا مش دايما مش عايزين نتعلم، مش عايزين نطور من صحتنا، مش عايزين نلعب رياضه، احنا مش عايزين نتعب. احيانا في اوقات كتير احنا محتاجين الحاجه السهله. يوم ربنا معلمنا من الهجره، لا والله ما سهله. الناس اللي بتروح من مكة للمدينة في الباص بتتعب. صح صح. لا بتتعب يعني. أيوة. ده الناس بتبقى واقفة بقى وبتاع، يا جماعة الموضوع صعب. انت متخيلة يعني ايه ماشي في وسط جبال، وفي وسط جبال وعلى رجليه، يعني مش اللي هو ايه، مش اللي هو راكب حاجة مثلا او ان هو معاه كذا. علشان كده طريق النجاح، تعالوا نسميه طريق الهجرة للنجاح، علشان رسالة النبي صلى الله عليه وسلم اللي لحد النهاردة كل يوم قاعدين نقول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فربنا لما أمره يهاجر إلى المدينة علشان تبقى هي النور هيطلع من هناك، بس تعب قوي في الطريق. فنتعلم إيه؟ بلاش خذلان لأقرب الناس لينا، عشان لما يكون أزمة يقرب لينا ويجي لنا ويلاقينا. بلاش تعلق، آخر حاجة بقى بلاش نتعلق. يعني إيه بلاش نتعلق؟ أحيانا التعلق ده
ممكن يوصلك تبقى عندك نقطة ضعف وتعطلك عن طريق النجاح. يعني لو النبي متعلق قوي قوي بمكة كان عمل ايه؟ فضل فيها. طب انا مش عايز اروح. طب سيدنا جبريل ينفع ان انا ما اروحش كذا صح؟ لا لا، هو مش متعلق، هو متعلق بربنا وبس. فلما جاله الامر ان هو يهاجر الموضوع انتهى. علشان كده كل انسان عنده حلم عايز يوصل لحاجه بلاش تعلق، لان التعلق ده هيخليك في لحظه ضعف لا تتعلق بشخص ولا تتعلق بمكان، لان تعلقك بالشخص ده ممكن يبقى سبب في نقطه ضعف ليك، وتعلقك بالمكان ممكن يعطلك عن طريق نجاحك. فلا تتعلق باي شخص ولا باي مكان، خلي دايما تعلقك بربنا وثقتك بربنا، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر الصديق من اول ما خرجوا كان تعلقهم بربنا، فطلعوا من مكه وصلوا لحد المدينه، ومن المدينه ظهرت كل الانوار اللي كلنا بنعيش على خيرها دلوقتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. خلص. للاسف للاسف بجد ما لحقناش خالص المره دي، بس ان شاء الله يعني نتكلم اكتر الاسبوع الجاي. مشكورك جدا يوسف، نورتنا وكل سنه وانت طيب مره ثانيه. تسلمين. شكرا. كده خلصت فقرتنا وخلصت حلقتنا النهارده، استنونا ان شاء الله بكره في نفس الميعاد الساعه 6:30. باي باي.